بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. يا رب كده دايما تكونوا بخير وسعادة. إن شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم على طريقة حموم سهلة وبسيطة مع الحمام بتاعنا أثناء دخول فصل الصيف. دي طريقة أنا بعملها مع الحمام بتاعي، وخاصة مع الحمام اللي هو في السلكات، عشان طبعا انتشار الأمراض البكتيرية أو الأمراض الفيروسية اللي هي بتتنطط حوالين المكان بتاعنا. فالنهاردة إن شاء الله أنا جايب خل تفاح أهو وشوية ملح، ما بستخدمش أكتر من كده، لأن أنا هرش على الحمام بتاعنا بطريقه سهله وبسيطه هوريها لكم دلوقتي ان شاء الله مع بعض. وادي خل التفاح، هبدا احط منه مقدار غطيين من دول كده اهو كده يا جماعه. الغطا ده اللي بيجي مع ازازه الدواء اهو كده، على شويه الميه اللي احنا حاطينهم، ما يقارب دول مثلا حوالي 3 لتر ميه اللي انا هحطهم في البخاخه بتاعتي زي ما احنا هنشوف دلوقتي. وادي شويه ملح، مقدار برضو معلقه ملح كبيره اهو. طبعا انا بعمل كده عشان ان انا هرش على الحمام بتاعنا من بره، فمش عايز اذي فرد الحمام بتاعنا باي مواد كيماويه. فهبدا ان انا بعد كده اعبي البخاخه بتاعتي اهو كده يا جماعه مع بعض، ونبدا ان شاء الله الفيديو مع بعض دلوقتي، ونشوف هنعمل ايه مع الحمام، وهنحمي الحمام بطريقه سهله وبسيطه بعملها طول فصل الصيف، عشان دي مفيده جدا للحمام بتاعنا. زي ما انا بقى على الاسس بتاعتنا اهي كده بالبخاخه بتاعتنا من بره كده يا جماعه، ابدا ارش على الحمام بتاعي بالطريقه دي كده اهو كده. انا بحميه من بره حموم خارجي من خارج السلاكه، اصوص اهي تحتها زغليل لسه صغيره، مفيش فيها اي مشكله، مش هيحصل لها اي حاجه. بنعش فرد الحمام بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين، مش هيضر باي حاجه. ده خل تفاح وشويه ملح، وادي الزغاليل رشيت عليها، وادي الاصوص اللي هي البخاره فوق اهي، كل الاصوص اهي يا جماعه اهي اللي تحتها زغليل، حتى الزغليل انا رشيت عليها اهو زي ما احنا شايفين عشان محدش يخاف من العمليه دي اهو. تمام كده يا جماعه اهو، خل تفاح وملح زي ما احنا قلنا، هنقتل كل الامراض الفيروسيه اللي هي منتشره في فصل الصيف او اثناء دخول فصل الصيف. زي ما احنا شايفين برضو القص ده هو تحتيه زغليل يعتبر لسه صغيره بقالهاش اسبوع، وهرش عليه وهرش على الزغليل بتاعتي اهو اهو. تمام كده يا جماعه، والاصوص اللي تحتها حصى برضو والزغاليل الكبيره اهي كده. هنعش فرد الحمام بتاعنا في نفس الوقت، هقتل طبعا الامراض الفيروسيه اللي هي حوالين المكان بتاعي اللي بتتنطط حوالين المكان بتاعي بقتلها، وطبعا بنضف فرد الحمام بتاعنا من سوس الريش او من الدبان اللي احنا شايفينه دلوقتي اهو. زي ما احنا شايفين كده على الفرد ده كان في دبانه بتتحرك كده، كل ده هيطير ومش هيبقى فيه اي حاجه من الحاجات اللي احنا طبعا بنلاقيها في فصل الصيف. ادي اهو الحصى بتاعنا عشان برضو محدش يقول الحصى يجرى له حاجه، بالعكس انت بترطب على الحصى بتاعك كده تساعد في خروج البيضه من غير ما يحصل لها كبس اهو. تمام كده يا جماعه، اصوص كلها تحتها حصى مفيش فيها ادنى مشكله زي ما احنا شايفين اهو. ده كان فيديو كده بس على السريع، عشان ده اللي انا كنت طالع فعلا اعمله مع الحمام بتاعي، وزي ما عودتكم في الفيديوهات اللي انا بعمله هو اللي بطلع اتكلم عليه زي ما اتعودنا مع بعض في الفيديوهات، وده اللي انا كنت طالع اعمله النهارده ان شاء الله مع الحمام بتاعي. وبكده بتكون دي نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.